السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. والله بحبك لله جدا جدا جدا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحسن الله إليك. كان عندي سؤال كده ممكن أقول لحضرتك؟ ممكن، اتفضل. أنا داخل الأولى جامعة، فبإذن الله يعني من سنة كنت بكلم بنت. بكلم بنت؟ أيام الضلالة. أيام الضلالة. ايه الحمد لله ربنا هداني اياميها، ف بدات حفظ القران، فقلت ايه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كويس. وبعدين جت عروسه ولا ايه يا رب؟ كنت اعرفها. جت عروسه يعني تانيه ولا لا؟ لسه. لا لسه. هتفرج ان شاء الله. اتفضل، ما السؤال؟ المهم انا ايه كلمتها وقلت لها والله ما ينفع خلاص اكمل وكل واحد يشوف صاريه بقى وكده. فالمهم قلت لها بقى ايه، زعلت بقى كده؟ ما قلت لها معلش. زعلت بقى. قلت لها اوعدك. انت لا ما ينفعش تزعل البنوته الحلوه. قلت لها اوعدك ان باذن الله ربنا يعني ييسر الحال سنه 3 4 مثلا، واجت اذن كده بس وعدتها. وبعدين زعلانه بقى وكده، وايه انا ولد حب يعني كده. لا يعني يعني ايه اللي يخصني انا؟ ما السؤال، ما السؤال؟ المهم بقى ايوه، انا سمعت حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام قال صفات المنافقين ثلاث: اذا وعد اخلف. فانا ايوه يعني اذا وعد انا دلوقتي بشوف واحده منتقبه يعني هي ما بقتش في مزاجي خالص. ايه؟ نفسي في واحده منتقبه، فانا ما بقتش في مزاجي خالص. طيب لقيت يعني معاك فلوس تتزوج الان ولا لسه برضه 3 4 سنين؟ لا لسه سنتين كده ولا حاجه ان شاء الله. خلاص شيل الموضوع ده من دماغك، لما تفرج عليك تتزوج. انا والله ما في دماغي. السلام.